على السريع يا اخوان يا متابعين الاعزاء، طبعا هذا يا شباب معيار الزيت امامكم بعد ما وزننا زيت موتر كرافت. طبعا زي ما قلنا الكي كادينزا تقريبا اللي هي ستاندر اللي هي ماكينه 3.3 ام بي اي 270 حصان، تاخذ تقريبا من زيت موتر كرافت تاخذ تقريبا يا شباب 5 علب، وتبقي من العلبه السادسه 200 ملي. طبعا جاني استفسار كثير قال لي غالي تكفى وضح لنا طيب المعيار بعد ما توزنه. طبعا هذا هو المعيار قدامكم يا شباب. طبعا يا شباب هذا اللون بعد ما مشى الزيت تقريبا 4200، طبعا هذا اللون طبيعي شوى قلبة الزيت، هذه يدل على ان الزيت ادى وظيفته ولازال يمشي الى 5500 الى 6000 الى 6500 حد اقصى يا شباب. طبعا الزيت موتور كرافت 5W30 تخليق بالكامل. طبعا هذا الزيت يا شباب موفر للبنزين بشكل مبطل واحتكاك انعم ويحافظ على عمر المحرك يا شباب. طبعا لازم تنزله قبل 7000 عشان ما يسبب لك رواسب الزيت ويعطيك السيارة افضل اداء وافضل تطولك من عمر المحرك يا شباب. على العموم كنت اخذ كرتون انا ب 260، بترككم رابط الفيديو كيف وزنت الزيت في اسفل الوصف عشان الناس تستفيد، وهذا انطباعي برضو عن الزيت وهذا مستواه وهذا ممشى الزيت يا شباب. الزيت هذا ما شاء الله بطال وفي متناول يد ورخيص جدا، وفي بدائل اخرى مثل امزوين مثل لكومولي في زيوت الى اخره، بس انا اعطيكم الزيت اللي انا استخدم عموما شخصيا. الغرض يا شباب هو الافاده يا اخوان عشان الكل يستفيد وعشان الناس تتعلم.